ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ووحشتوني جدا جدا جدا. وانتي اول مره تتفرجي عليا، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بعملها، وتحطي لايك. ويلا نبدا موضوع الفيديو بتاع النهارده. في ظل الغلاء الفظيع اللي احنا فيه، والحاجه كل يوم بتغلى سعرها عن اليوم اللي قبله، حاجات ملهاش لازمه في جهاز العروسه والبدايل بتاعتها. ما قلتليش ايه رايكم في النضاره؟ بريح عيني من العدسات عشان عندي التهاب فاهمين من بعد ما جيت من السفر. بصوا يا جماعه، كله بالورقه والقلم. بصوا بقى، خلينا متفقين ان احنا في حاجات خلاص هنستثنيها من الجهاز، وهنشوف البدائل بتاعتها اللي احنا نقدر نستخدمها، وكنا بنمشي من غيرها عادي جدا حتى قبل ما يطلع الحاجات الجديده. خلينا نبدا بالهاند بلندر. الهاند بلندر يا جماعه استخداماته بسيطه شويه عند معظم الاشخاص، او هو اصلا استخداماته بسيطه. الهاند بلندر احنا بنضرب بيه شوربه العدس والطماطم لما بنسلقها على النار او نصلصلها، نبقى عايزين نعمل طماطم بيوريه، بنضرب بيها الطماطم، واحيانا بنعمل بيها عصائر. الثلاث حاجات دول نقدر نستغنى عن عمايلهم بالهاند بلندر، يعني الخلاط يكتفي بعمايل الثلاث اصناف دول، او الحاجات الخلاط بيضرب اي حاجه. وقبل ما يطلع الهاند بلندر كلنا بنستخدم الخلاط عادي جدا، فهنرجع نستخدم الخلاط تاني. انت لازم تشتري خلاط في الجهاز، ما ينفعش ما تشتريش، لكن ممكن ما تشتريش هاند بلندر. فدي اول حاجه، مش هنجيب هاند بلندر في الجهاز. طقم التوزيع، طقم التوزيع المعالق اللي احنا بنستخدمها اثناء الطبخ هو طقم واحد بس، تجيبيه خشب. انا عندي طقم اللي هو اللي زي اللي بيبقى بلاستيك ده، او مش عارفه اسمه ايه، والخشب والسبيتولا السيليكون جايبه منها كذا واحده، تمام، والفرش طبعا السيليكون برضو. اكتر حاجه بستخدمها هي المعالق الخشب، اكتر حاجه بستخدمها وعمليه، سواء بقى الحله ستانلس او سيراميك، الاثنين بستخدم فيهم المعالق الخشب. فيا تجيبي مع طقم واحد خشب، وممكن تجيبيه فرداني كمان، يا اما تزودي مع الطقم الخشب ده، تزودي معاه معالق سيليكون اتنين بالكتير قوي مع فرشتين، وخلاص على كده. يعني مفيش اي داعي للطقم اللي بيجي جاهز كامل بتاع الستانلس، ملوش اي لازمه، وبيجيب صداع اساسا اثناء الطبخ، ان الصوت بيبقى مزعج جدا في الحلل. طيب احنا هنطلع بقى بره الاطار بتاع نجيب كام حله وكام طقم والحاجات دي كلها. احنا نجيب طقم حلل واحد بس، طقم حلل واحد، يفضل يكون سيراميك او جرانيت على حسب ما انت بتفضلي. انا بفضل السيراميك. تقدري تجيبي طقم حلل واحد فقط، بيبقى ثلاثة مثلا حلل باشكال باحجام متفاوتة، ومعاهم طاسة، وخلاص على كده. وتجيبي جنب الطقم ده حلل فرد، حلة لحلتين ثلاثة بالكتير قوي، يفضل حلتين اتنين بس يكون مقاسهم اكبر من المقاسات اللي معاكي في الطقم الاول، يبقى حلتين ستانلس مثلا، تجيبيهم فرد ومعاهم طاسة ستانلس برضو، او طاسه اللي تفضليها للاليه، لان انا ما بفضلش لا الجرانيت ولا السيراميك ولا التيفال في الاليه. فتجيبي واحده ستانلس اليه وبس، ما تجيبيش طقم ستانلس كامل، لان هو هياخد مساحه كبيره جدا في المطبخ، غير ان انت تستخدميه كل فين وفين لما يكون عندك عزومه. ملحوظه يا جماعه بمناسبه الحلل، لما تيجي تشتري اي نوع حلل انت عايزاه، هاتي اللي بيبقى الايدين بتاعته منه فيه، يعني بيبقى مفيش اي مسامير زهرة للايدين بتاعت الحلل من جوه الحلة ولا حتى من بره الحلة. هتلاقي اللي بتبقى ايده عاملة كده، او اللي بتبقى ايده نفس الجسم بتاع الحلل، علشان خاطر دي بترجع تكون حواليها دهون، وبتيجي تنضفيها بتبقى متعبة جدا جدا، شكلها كمان ما بيبقاش حلو. فهاتي الايدين بتاعت الحلل تبقى من غير مسامير. وطبعا ده مش للحلل بس، ده كمان للطاسات، يكون الايدين بتاعتهم داخله او منها فيها في الطاسه، ما يبقاش ليها اي رسمه مسمار بره او جوه الايد. طبعا كلنا عارفين اهميه المنظمات عندنا في الدواليب، في الادراج، في المطبخ، في الثلاجه، في كل حاجه. بس بغض النظر عن علب التلاجة، انا بتكلم في المنظمات عموما اللي احنا بنحط فيها اي حاجة عايزين ننظمها في الدولاب. تشتريش منظمات كتير، او ما تشتريش منظمات اصلا غير بعد ما تفرشي. افرشي الاول وبعدين اشتري المنظمات، علشان تبقي عارفة انت محتاجة كام منظم، ومقاساته عاملة ازاي، او احجامه قد ايه، وهتحطيهم فين. فما تشتريش منظمات وخلاص، اشتري المنظمات بعد ما تفرشي. عارفين بقى الكاسات اللي احنا بنشتريها، كاسات الايس كريم، كاسات اللي هي بتبقى مخصصه للايس كريم،
الكاسات بتاعت او البولات بتاعت الجيلي المخصوص ليها، طقم الجيلي، طقم الخشاف. احنا اصلا مش بناكل خشاف، يعني ما في حد بيحب الخشاف. انتوا بتحبوا الخشاف؟ ما فيش حد، انا ما شفتش حد بيحب الخشاف لغايه دلوقتي خالص. انا بحب قمر الدين، بس الخشاف كفكره خشاف بتاع رمضان بشوف، ما بشوف يعني بيتعمل وبيتحط على السفره مش بيتاكل. ما تجيبولوش طقم، ما تجي... انا عندي طقم خشاف لغايه دلوقتي لسه ما استخدمتوش، عايزه اشوف له استخدام اخر يعني كبديل استخدمه في حاجه تانية. فبلاش الثلاث حاجات دول، الكاسات بتاع الايس كريم استخدميها من مره لمرتين وهتتركن، كاسات الايس كريم وطقم الجيلي وطقم الخشاف ملهمش لازمه. البطاطين نشتري كام بطانيه، ونشتري كام لحاف، ونشتري كام كوفرتا. الناس اللي بتتابعني برا مصر، الكوفرتا دي بتبقى حاجه لا هي بطانيه ولا هي لحاف، هي بتبقى حاجه خفيفه كده بنتغطى بيها في الصيف لما يكون التكييف شغال والدنيا ساقعه سنه، حاجه خفيفه سوفت كده رقيقه قوي. البطاطين هنشتري ايه؟ احنا بنحتاج 3 بطاطين فعليا ليكي انت وزوجك. لما الدنيا بتشتي جامد بنفرش فوق الملايه بطانيه سوفت كده، ممكن تستغني عنها وتفرشي مكانها اللي بتسمى بالدفايه، تمام؟ فممكن تفرشي دفايه او ممكن تفرشي بطانيه خفيفه فوق الملايه، لان الملايه بتبقى ساقعه في الشتاء. طيب هنتغطى بقد ايه؟ نتغطى ببطانيتين، اعتقد محدش هيقدر يستحمل اكتر من بطانيتين. فاحنا محتاجين فعليا 3 بطاطين منهم واحده خفيفه، بجانب لحاف واحد فقط للسرير كبير، لحاف شتوي او بقى شوفي انت بتفضلي ايه لحاف. فيبقى عدد لحاف واحد، لو انت بتحبي اللحاف او متعوده تتغطي بيه ممكن تجيبيه شتوي ممكن تجيبيه صيفي. كوفرتا انا شايفه ان 2 كفايه، كوفرتتين كفايه جدا، واحده ليكي وواحده ليه لو انتوا من النوع اللي بيناموا وبتقعدوا تشدوا في الكوفرتات ترموها في الارض او تغطوا شويه وتشيلوها شويه هتتخانقوا وانتوا نايمين، فواحده ليكي وواحده ليه كفايه جدا. طبعا مش هتكلم عن بطاطين والحفة وملايات غرف الاطفال، لان محدش حاليا هيعرف يعمل غرف اطفال الا لما يجيب اطفال، والاطفال دي تبقى مثلا 2 3 سنين. قبل كده البيبي مش بينام غير مع مامته، فبتعمله سرير صغير كده جنب السرير بتاعها. مش هنتكلم في البند ده خالص. احنا قلنا الخلاط من الاساسيات، طيب يبقى فيه الكبة والعجان. الكبة برضو من الاساسيات يا جماعة، بتشتري كبة يعني كبة فرط كده لوحدها مش معاها اي حاجة ثانية، هي بس كبة بتستخدميها في لو انت عايزة تفرمي لحمة، تفرمي فراخ، تفرمي بصل، بتستخدمي الكبة فيها. طيب العجان، العجان مهم ولا مش مهم؟ على حسب. دلوقتي معظم العجانات سعرها ضرب جدا جدا جدا. انت اصلا بتعرفي تعجني؟ يعني بتعجني بتعملي معجنات، مخبوزات، بيتزات، حاجات كده في البيت اصلا هتبقي انت محتاجاها. طيب لو انت اصلا بتعرفي تعجني على ايدك يبقى زي الفل، ما تجيبيهاش، تمام؟ خاصة ان انت ما بتعمليش معجنات كل يوم ولا حتى كل اسبوع، ممكن تبقى مثلا 2 3 مرات في الشهر مثلا بالكتير قوي، لو انت ايه بتحبي تعملي مثلا اكل صحي اكتر، فمش هتستخدميها كتير. في ظل اللي احنا فيه ده بقول لك استغني عنها، استغني عنها والله بجد ملهاش اي لازمه. لما تعوزي تعجني بيعجني على ايدك حبه صغيرين كده، كوبايه دقيق ولا 2 دقيق وخلاص. طبعا الخلاط بيجي معاه، يجيب المطاحن بتاعتهم، فانت ما بتبقيش محتاجه اي حاجه تاني غير كده. تنسيش لما تيجي تجيب الخلاط يكون بيجرش التلج او يكون مخصص للحاجات السمودي، علشان تشربي حاجات فريش في الصيف وتطحني فيها حاجات مثلجه او مجمده، يبقى سهل معاكي. اخر حاجتين 3 هنتكلم عنهم، الملايات والفوط. الفوط 12 فوطه بالكتير قوي، وهتستخدمي منهم مثلا حوالي 8، دول اللي هتقعدي تستخدمي فيهم كتير. يعني 12 فوطه هم كتير برضو، بس ده الطبيعي ان احنا بنجيب 12 فوطه، فانت ممكن تجيبي 8 فوط اللي هيبقوا لطاف جدا ولذاذ قوي. الملايات الطبيعي او النورمال الرقم اللي بيتجاب هو 12 ملاية، ممكن تزودي ممكن تقللي. طيب احنا 7 ايام في الاسبوع، قولي 6 ايام لان اليوم السابع اللي هو مثلا اجازة، فمش هتغيري فيه الملاية، فانت بتغيري الملاية مثلا كل 3 ايام بتغيري الملاية نفسها بتاعت السرير، فانت محتاجة 2 ملايات في الاسبوع. لو استخدمتي 2 ملايات في الاسبوع غسلتيهم اخر الاسبوع وحطيتيهم في الرف بتاع الملايات من تحت، واستخدمتي 2 ملايات اللي فوق، انت ما عندك 8 ملايات مثلا، فشوفي انت هتستخدمي 2 ملايات وبعد كام اسبوع هترجعي تستخدميهم هم تاني. فتمام، ملايات حلو جدا جدا جدا. انا شايف ان هم في ظل اللي احنا فيه دلوقتي 8 هيكفوا ويبقوا حلوين قوي بزيادة. اخر حاجة هنتكلم عليها هي المايكرويف. انا من الناس اللي مش بتحب المايكرويف خالص، يعني من الناس اللي مش بتشجع قوي عليه.
هو مسعف انا عارفه، وبيسخن الاكل في ثانيه وبيفك الاكل في ثانيه والحاجات دي كلها، بس انا ما بحبوش، انا بخاف منه، ان بحس ان اضراره اكتر من مميزاته او فوائده. فانا بالنسبه لي لو عايزه اطلع حاجه تفك بطلعها تفك من بدري. طب انا نسيت، بطلعها احطها في الاير فراير على حراره هاديه جدا بتفك في ثواني. هي قلايه هوائيه، فالقلايه الهوائيه صحيه اكتر، بتسوي لي الاكل بطريقه صحيه بهواء دافي او هواء سخن، ما بيبقاش فيها زيوت فبحس ان هي مفيده اكتر وصحيه اكتر، مش مضره، ما فيهاش اشعاع، ما فيش الكلام ده كله. فانا اللي قررت ان انا ما اجيبش مايكرويف، بقالي 2 ونص متجوزه ومش مش حاسه اني محتاجاه خالص، فنقدر برضو نستغنى عنه في ظل اللي احنا فيه. طيب في ناس بتقولي طب الفرن، هو مفيش مقارنه ما بينهم، الفرن انت بتسوي فيه الاكل والصواني طيب انت لو جايبه بوتاجاز الفرن بتاعه موجود وكبير، ايه اللي يخليكي تجيبي فرن اضافي؟ تمام، خاصه ان هو بيكون كمان كهربا مش غاز. فانا شايفه ان الفرن بتاع البوتاجاز، الفرن بتاع البوتاجاز خصوصا ان انت بتبقي شاريه بوتاجاز جديد، فرن بيبقى حلو جدا، فانت ما بتبقيش محتاجه فرن اضافي للفرن اللي عندك لو الفرن بتاعك كبير. لكن لو انت مثلا عندك البوتاجاز 4 مثلا شعله، فبيبقى الفرن بتاعه صغير، ممكن هنا تحتاجي الفرن الاضافي لو عندك عزومات بشكل مستمر. وبس كده، ويا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا، واكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عايزين اي فيديوهات او حاجات معينه للعروسه، عايزين تعرفوا اعدادها او الحاجات اللي نشتريها فيها وما نشتريهاش في قسم معين، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم على طول، واشوفكم فيديو جديد، وباي باي.